تراجع سعر الذهب مع إغلاق الأسبوع الحالي متجاهلا هبوط الدولار وأسواق الأسهم والغموض بشأن أزمة ديون اليونان. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 1179 دولارا للأونصة، كما انخفض سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم آبا دولارا وعشرين سنتا عند التسوية إلى 1179 دولارا للأونصة. وانخفضت أسعار الذهب عالميا مع توخي المتعاملين الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي لتحديد السياسة النقدية الأسبوع القادم. وعن مستويات الأسعار في السوق المحلي، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 27 دينار و20 قرش، فيما بلغ لعيار 21 حوالي 24 دينار و25 قرش، أما عيار 18 فبلغ حوالي 20 دينار و70 قرش، في حين بلغ سعر الليرة الإنجليزي 199 دينار وسعر الليرة الرشادي 176 دينار.